أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: فيما ورد أنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقول: هل هذه خاصة لمن مات وهو متقن لحفظ القرآن، أم هي عامة لمن حفظ القرآن ولو نسي شيئا منه؟ الله أعلم، لكن أنا ما أدري عن سند الحديث هذا، لكن حفظ القرآن لا شك أنه نعمة عظيمة وفيه فضل كبير، لكن ما هو المقصود الحفظ فقط، المقصود الحفظ والفهم والعمل بالقرآن حتى يكون من أهل القرآن. مجرد الحفظ من غير فهم لمعناه، أو الحفظ مع الفهم من غير عمل، هذا لا ينفع الإنسان شيئا. فإن فيه من يقرؤون القرآن ويتقنونه، يقول صلى الله عليه وسلم: يقيمونه كإقامة السهم لا يتجاوز حناجرهم، لا يتجاوز حناجرهم، لا يعملون به، وهم الخوارج وأمثالهم والعياذ بالله، مهنا أكثر من قراءتهم للقرآن، ولكنهم يخالفونه ولا يعملون به كما أراد الله جل وعلا. نعم.